بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد سلام الله عليكم ورحمته وبركاته حياكم الله في لقاء جديد مع الأسماء الحسنى واليوم نأخذ اسم من الأسماء الحسنى ورد في السنة ولم يرد في القرآن ألا وهو اسم الله الشافي الشافي تقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها أمنا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتي له بمريض أو رأى مريضا قال اللهم رب الناس أذهب البأس اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يقدر سقطا اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يقدر سقما انظر إلى هذه الكلمات العظيمة اللهم رب الناس أذهب البأس اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يقدر سقما ولذلك الشافي هو الله المعافي هو الله الذي يرفع الضر عن العبد هو الله سبحانه وتعالى هذه الأدوية وهؤلاء الدكاترة والأطباء هؤلاء أسباب قد تنفع وقد لا تنفع والدواء بذاته لا ينفع إلا إذا أنزل الله فيه الشفاء فكم من صحيح مات من غير علة وكم من سقيم عاش حينا من الدهر جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا محمد اشتكيت يعني مرضت قال نعم انظر ماذا قال جبريل قال جبريل عليه السلام وهو يرقي النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم رب الناس أذهب البأس أو قال بسم الله أرقيك والله يشفيك من كل داء يؤذيك أو من كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك بسم الله أرقيك انظروا جبريل عليه السلام قال بسم الله أرقيك والله يشفيك فجبريل على جلالة قدره ومكانته وقوته ومع ذلك لا يشفي إنما الذي يشفي هو الله بسم الله أرقيك والله يشفيك من كل شر يؤذيك ومن شر كل عين حاسد إن الله يشفيك بسم الله أرقيك على عدة روايات لكن شاهدي هنا أن جبريل ليس بيده الشفاء إنما الشفاء بيد الله ولذلك نحن أمة الإسلام أمرنا بالتداوي والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما أنزل الله داء إلا وأنزل له دواء علمه من علمه وجهله من جهله وطلب من الناس أن يتداووا تداووا يا عباد الله فما أنزل الله من داء إلا وله دواء لكن الإنسان يتوكل على الله ويستعين بالله ويلوذ بالله ويكثر من الدعاء فالشفاء بيد الله سبحانه جل في علاه وربما بعض الأمراض الإنسان لا يعرف لها طبا لكن قد يأتي شيء مصادفة فيبرأ الإنسان لكن لا بد أن نضع يقينا في أنفسنا أن الشفاء والعافية بيد الله سبحانه وتعالى حديث ابن أبي رمثة يقول انطلقت مع أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له أبي أرني هذا الذي بظهرك فإني رجل طبيب فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله الطبيب بل أنت رجل رفيق طبيبها الذي خلقها هل تعلمون أن هناك من العلماء من أثبت لله اسمه الطبيب بنص هذا الحديث بنص هذا الحديث حينما قال النبي إن الله هو الطبيب بل أنت رجل رفيق طبيبها الذي خلقها ولذلك لما مرض أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه قالوا أنحضر لك طبيبا قال قد رآني الطبيب قالوا ماذا قال قال إني فعال لما أريد ولذلك ذهب بعض أهل العلم إلى إثبات أن من أسماء الله الطبيب استنادا لهذا الحديث فهناك من قال لا أنه من باب الإخبار لكن الذي عليه الإجماع أن من أسماء الله الشافي
الإنسان يدعو اللهم يا شافي اشفي مريضي، اشفني، اشفي ما نزل بنا، أذهب ما نزل بنا، اللهم لا شفاء إلا شفاؤك، ويأتي بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أعظم الشفاء الفاتحة واسمها الشافية. ضع يدك على المكان الذي يؤلمك واقرأ الفاتحة 7 مرات تبرأ بإذن الله كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. من الشفاء أيضا ماء زمزم، ماء زمزم لما شرب له، الحبة السوداء فيها شفاء من كل داء إلا السام أو الموت. وهكذا أمرنا أن نتداوى وأن نطلب الدواء، ولكن نعلم أن الشفاء بيد الشافي سبحانه. أسأل الله لي ولكم التوفيق، وصلى الله على محمد، والحمد لله رب العالمين.